أهلا بكم إلى برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل.com. مشاهدينا الكرام، أربعة عناوين اخترناها لكم هذا العدد، والبداية ستكون مع خبر يتحدث عن وفاة أحد المواطنين في محافظة البصرة. إلى جانب ذلك، أحدهم يجد الروبيان في المياه الواصلة إلى المنازل. في العنوان الثاني، حديث لنشطاء عن دخول مزيد من التعزيزات العسكرية إلى البصرة للتصعيد وسط تواصل التظاهرات فيها رغم القمع والمضايقات. ثم نتجه وإياكم بعد ذلك إلى النجف وغيرها من المحافظات والمناطق التي خرجت في تظاهرات عديدة من أجل دعم تظاهرات البصرة. والختام سيكون من بغداد، حيث ساحة التحرير بالتحديد، وفيها المواطنون يتظاهرون لدعم صمود متظاهري البصرة ومطالبهم. أهلا بكم. الخبر الأول سنكون فيه مع مواطن يوثق وجود الروبيان داخل أنابيب نقل المياه الواصلة إلى بيته، نتابع. السلام عليكم، وانا شوفوا اكتشاف جديد، اكتشفنا الحكومة دزلنا روبيان بالماي. ها شوفوا هذا فلتر مال الماي، ها هذا مكانه، شوفوا منه الماي يصب عندي ضعيف، فتحته اكتشفت هذا روبيان. اشتردون بعد الروبيان بدل ما تشترونه من السوق الكيلو ب15 ما ادري ب20,000، ها تلقونه هنا الحكومة تودي لكم اياه، هذا مكانه. الآن إلى المياه المحملة بالأملاح. من الروبيان ننتقل إلى أزمة الأملاح التي لا زالت حاضرة في المياه الواصلة إلى قضاء أبو الخصيب بمحافظة البصرة، نتابع معه. حليب، حاكم حليب، يا وريت حليب، ما يبغى الخصيب هذا حليب، يا وريد ما يبغى الخصيب هذا، شوفوا كله حليب، يا وريد حليب، هذا المطار، هذا الصندم مشطلين، وهذا الحليب، يا وريد حليب، حليب للبيع، يا وريد حليب. ومن المياه المحملة بالأملاح وهذه السخرية السوداء من أحد المواطنين، نذهب وإياكم إلى هذا الخبر، وفيه مواطن يدعو الحكومة الحالية إلى شرب ماء البصرة والاستحمام به، نتابع. بدون زحمة عليكم، وانت ترجعون لبغداد اخذوا من هذا الترمس وترسوا به من ماي الحنفية اللي بالبصرة وشربوا من عنده، مو شرط تشربون من عنده بس اسبح به المرة واحدة، لا تسبح به مرة واحدة، توضى به بس مرة واحدة وشوفوا الملوحة، جرب شوفوا المعاناة اللي أجلها العالم طلعت على موده. فهذا رجاء شقل لك أبوي أخوي، بدون زحمة عليك اترس من هذا واخذه وياك للبصرة والبغداد العفو واستعمله بدون زحمة عليك. الآن نذهب إلى موضوع مختلف. بماذا؟ بكمية الأملاح الأكثر الحاضرة في المياه. شاهدوا معنا كمية الأملاح في مضخات المياه تحديدا في منطقة التنومة في البصرة، تعالوا نتابع. نتيجة هذا الإهمال الحكومي المستمر والمتواصل وللأسف
ديمومة أو استتباب الكارثة من وجهة نظر الحكومة أو من وجهة نظر الشارع، كيف ينظر إلى الحكومة أنها تتعامل مع الكارثة على أساس أنها وضع استقرار ولا تسعى إلى إيجاد حل مناسب لأزمة تلوث المياه وتسممها. مؤخراً وفاة مواطن بسبب استمرار تلوث المياه الواصلة إلى البصرة، دعونا نتابع. ساعة 6:30 من حالة وفاة بسبب الماء. نترك التعليق لكم. إلى موضوع ثاني ولكنه متعلق بالبصرة طبعا، نشطاء تحدثوا عن دخول مزيد من التعزيزات للتصعيد، تعزيزات عسكرية طبعا، وصلت إلى البصرة، تعالوا نتابع. طبعا قوات كبيرة الآن تدخل محافظة البصرة معززة بالمدرعات والهمرات والمركبات. طبعا القوات محمولة مثل ما جاءت تشاهدون، وايضا هاي القوات اللي تشاهدونها قوات كبيرة جدا. طبعا القوات الان تدخل محافظة البصرة من بداية شارع الوقود، تتجه نحو مركز مدينة محافظة البصرة. قوات كبيرة جدا محمولة وليست عادية. الآن إلى مادة مصورة تظهر كيف أن قوة من قوات سوات تطوق فلكة السعد في البصرة وتعتقل عددا من الشباب هناك. الموضوع القادم أو الخبر الجديد هو عن تواصل التظاهرات في البصرة رغم استمرار مسلسل القمع والتضييق الذي تمارسه الأجهزة الحكومية. يا حسين اشهد علينا، احنا بنخرب بلدنا. يا حسين اشهد علينا، احنا حررنا ربنا. يا حسين اشهد علينا، احنا حررنا ربنا. يا حسين اشهد علينا، يا حسين اشهد علينا، يا حسين اشهد علينا، يا حسين اشهد علينا، يا حسين اشهد علينا. التظاهرات مستمرة إذن مشاهدينا الكرام، وتؤازرها تظاهرات أخرى. تجدد التظاهرات في النجف وأهالي المدينة يرددون ثوار ثوار، نتابع. متظاهرو البصرة بدورهم وصفوا الأحزاب الحاكمة بكتلة الشر، تعالوا نتابع. الله أكبر، يا كتلة شكلوها الأكبر وانتم كتلة شر. معكم قصصكم سراق اليوم المحشر. يا كتلة شكلوها الأكبر وانتم كتلة شر. معكم قصصكم سراق اليوم المحشر. شرع الغاب انت تحكمون، لا دستور ولا قانون. شرع الغاب انت تحكمون، لا دستور ولا قانون. وانتون بتاج الراس والخط الاحمر. الله الله اكبر، الله الله اكبر، الله الله اكبر. يا كتلة شكلوها الاكبر وانتم كتلة شر. مقتوم قصصكم
يوم سراب حد يوم المحشر. شرع الغاب انتو تحكمون لا دستور ولا قانون، شرع الغاب انتو تحكمون لا دستور ولا قانون، وانهفتوا نفتاج الراس والخط الاحمر. الله الله اكبر، الله الله اكبر. تحسين خطرك احزاب تهلك من نسني، لا تم اولادين العدرة وتحكم بسنتي. لازم اولادي للعدرة وتحكم بسمتي. ونطفك صرخة احرار ماشيين بدربك جوار، ونطفك صرخة احرار ماشيين بدربك جوار، واللي يمشي بدربك بخلاص ابدا ما يخسر. الله الله اكبر، الله 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 اكبر، الله الله اكبر. خبرك احزاب نهبتنا من اسمي، لا تم اولادين العدل وتحكم باسمتي. يا حسين خبرك احزاب نهبتنا من اسمي، لا تم اولادين العدل وتحكم باسمتي. من طفك صرخة احرار ماشيين بدربك نوار. إذن هكذا كما رأيتم كان الموقف الجماعي لعدد من المتظاهرين في البصرة، وكيف أسقطوا الواقع السياسي من خلال هذه الأنشودة، وقالوا إن هناك كتلا باسم الدين تقوم باستغلال العراقيين. الآن إلى وقفة في الكوفة لتأبين ضحايا التظاهرات الذين سقطوا في البصرة. من عريس محروم خنتي النار المصاب، يوم بكريني من تمر زفت شباب. من عريس محروم خنتي النار التغاب، يوم بكريني من تمر زفت شباب. من عريس معروف حنتي فالنار انتظار، شمعة شبابي من يطفوها نيتي دمي وانتي. ولأن الشباب هم الحاضر في الميدان لابد من كلمة لهم. شاب يكتب الشعر المحكي أو الشعر باللهجة العراقية وهو من النجف، يصف حال العراق وواقعه الحالي في ظل ما سماه حكم الأحزاب الفاسدة. تعالوا نتابع معا. الله اكبر، حذرا حذرا يا وطن مو خذت منك واي، مو من ذاتي بس الهجره قصريه، قبل بس حزب واحد ما محمم بيه وحمايم الحكم شل عن حراميه. الله عاد عاد حذرا يا وطن مو خذت منك واي، مو من ذاتي بس الهجره قصريه، قبل بس حزب واحد ما محمم بيه وعمايم الحكم شل عن حرامية. تعال تعال قعد وياي واحسب النطات تطلع داخل 0%. كم مليار صدر ثياب فارغ ليش، وشباب البصرة ماتوا وخاطرهم مية. نقطع شكو اصبع بيه حبر موجود، والف نعلة على بي الماي حسبية. اذا شفت السياسي فاحتقره ليش تقوم، وظف حاله حالك ماله منية. اذا شفت السياسي فاحتقره ليش تقوم، موظف حالة حالك ماله مني. نفخنا بروسهم حد ما طغوا على الناس، وإذا تظاهر يفجروك يومية. نفخنا بروسهم حد ما طغوا على الناس، وإذا تظاهر يفجروك. ومن التظاهرات المؤازرة والمساندة لما يحدث في البصرة والتي شاهدناها في النجف وغيرها من المناطق، ننطلق الآن إلى ساحة التحرير في العاصمة بغداد، وهناك تظاهرات وهتافات ضد الأحزاب الحاكمة أيضا، نتابع معا. أنتم من
شفتوها الأصوات سمعوها حكم إذا سكتوها الأصوات سمعوها. ومن ساحة تحرير في بغداد إلى متظاهرة من بابل، هذه المتظاهرة توجه رسالة لمن تصدر الحكم وكان على سدته وتأول المشهد في العراق تحديدا بعد عام 2003. نتابع معا. ما معقولة هذا البلد ما بيه ناس عقلاء تعرف شلون تدير أوضاعه. من المستفيد من تحويل الصراع بالعراق من صراع سياسي بين الأحزاب إلى صراع بين رجل الأمن والمتظاهر؟ هذا المتظاهر عراقي لو مو عراقي، رجل الأمن الجندي والشرطي عراقي لو مو عراقي، أنت مسؤول حكومي فاشل ما تعرف تدير الأوضاع، وأنت سبب كل هذا الخراب. أنت تعرف هذا المتظاهر اللي عمره 20 و 25 سنة شلون عاش حياته؟ بدل ما ينهض الصبح على صوت فيروز لقى نفسه محاصر بأغاني المعركة، بدل ما يدرس ويتعلم ويشاهد مسرحية تكرس مفهوم الحب والتسامح والسلام لقى حياته عبارة عن مسرحية أبطالها لصوص وقتلة يتاجرون بأحلامه. ابن البصرة ما عنده مي حلو يشربه، ابن السماوة فقير الحال، ابن الحلة غرقان بالمياه الآسنة. الدولة ما تحتاج مسؤول يلبس دشداشة ويوزع لفات للزوار، الدولة تحتاج مسؤول يلبس وجع الناس ومعاناتهم ويعرف شلون يقود السفينة. وصلنا الآن إلى فقرة آراءكم. أيضا المآسي لا تزال حاضرة في المشهد وبكثافة. بائع جوال كبير أو قولوا هو طاعن في السن يرفض أخذ المال كهدية من أحد الشباب تعبيرا عن عزة النفس رغم الظروف الصعبة التي يعيشها والتي تعلمون. نتابع هذا المقطع الذي يظهر جانبا من تصرف هذا المسن، ومن ثم نذهب إلى قراءة في التعليقات وكيف تعاطى الشباب العراقي عبر فيسبوك مع هذا المقطع المصور. دعونا نتابعه معا الآن. يا أسف دير بالك عليه شوية رجال أموره تعبان ذا. لا بس معون اريد. لا يا ياسر انطيال 5 وخذ بس معون. اي بس معون هذا. لا حجي هاي موسم. ليش؟ عمي. لا عمي عادي. بس معون 1 و5000. لا حجي هاي شغلة. لا حشاك مو لا والله والله مو قصة هاي. لا لا. من نفس طيبة والله. والله من نفس طيبة. اقول لك. حسين من نفس طيبة. حزرم هاي خايف. حزرم هاي خايف خايف. هاي اشغال هاي اشغال الجرامية اللي يسويها هذا مجرم. اكبر حرام هذا. اجاك فلوس عشان تشمعون هذا حرام. لا انا مو قابلت يعني اعطيك فلوس. خفة النفس والغلاوه. والله خذ الله يعطي العافيه. بارك الله فيك على ما اغنى هذا الرجل كرامه وعزه وخلقا، وما افقر من يتحكمون بقوت يوم هذا الرجل وبحق أبنائه وأحفاده. إنها عزة النفس تتجلى في أبهى صورها في عراق للأسف ما زال ممزقا ويقتصر الخير فيه فقط على ثلة من الناس دون البقية. تعالوا نقرأ عليكم أبرز التعليقات التي جاءت رد فعل على هذا المقطع المصور. في التعليق الأول عمار يكتب: بهكذا أنفس يؤتمن العراق وشعبه، والله حرام هالنفس هذا حالها في بلد نفطي، حسبي الله ونعم الوكيل، ربي جاي ندعي عليهم ربي أخذ حوبة العراق بالحكومة ربي. على ما يبدو أنه يدعو على الحكومة الحالية لأنها لم تنظر بعين الاهتمام ولا الشفقة ولا الرضا حتى تجعل هذا الرجل يرضى عن واقعه للأسف، تغض الطرف عنه وعن الآلاف من أمثاله. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي يكتب علي: هذا المواطن الشريف رغم كل المعاناة اللي عايشها ما يتقبل أي شيء، مسكرامته هاي عزة النفس، هذا تاج الرأس، خلي يشوفون أهل الذيول إيران وميليشياتهم
هذا تاج الراس، مو أصحاب الميليشيات العملاء، تاج الروس. هذا هو العراق الشريف، ربي يحفظك ويطول عمرك. علي يرى أن هذا الرجل المسن نموذج للعراقيين ذوي النفس العالية التي لا تهبط حتى وإن كانت بأمس الحاجة، فإنهم لا يسألون الناس إلحافا. نذهب إلى تعليق جديد الآن، وفي التعليق الجديد سلوى حسن تكتب نسخة منه لخالد العطية، على ما يبدو أنها توجه رسالة إلى المسؤولين الحكوميين حتى يروا طبيعة العراق وما يحدث فيه. هل أنتم فعلا تعيشون في العراق أيها المسؤولون؟ هل تشاهدون مثل هذه المقاطع؟ كيف تردون حينما يسألكم أحدهم بماذا أسعفتم هذا الرجل المسن الفقير المحتاج والواضح أنه مريض أيضا؟ الآن إلى تعليق جديد. في التعليق التالي ساندي روز تكتب يروحون في دولا عالة كل حكومة العراق من كبيرها لصغيرها يبوقون بينا، وآخر شيء سممونا بالمي وما عرقت. لا أدري الكلمة الأخيرة ما هي، لا أريد أن أنطقها خطأ، ولكن التغريدة ظهرت أمامكم بالكامل. وهذه الفتاة العراقية على ما يبدو أيضا أرادت أن تشير إلى عزة نفس هذا الرجل، وكيف أن الحكومة لا تكون يعني حاضرة في المشهد العراقي إلا إذا كان هناك سرقة وتبديد للمال العام كما تقول هذه الفتاة. نذهب الآن إلى التعليق الأخير في هذا الموضوع ردا على قضية هذا المقطع المصور للرجل العجوز. إيمي تكتب يروحوا لك فدوى كل السياسيين والأحزاب والعمايم الحرامية الفاسدة، شوفوا أخلاق هذا الشخص، شوفوا أخلاقكم، هذا اللي يحبه الحسين وهاي أخلاق الإسلام مو عمايمكم، حسبي الله ونعم الوكيل. إيمي تحدثت عن مشهد إسقاط الدين على الواقع السياسي، وكيف أن من يدعون أنهم يمثلون الدين ويقفون على سيدة الحكم في العراق كيف أنهم لا يهتمون لأحوال الرعية، وهذا الرجل نموذج من نماذج الآلاف بل ربما عشرات أو مئات الآلاف من المحتاجين، ولكن أنفسهم العزيزة تحول بينهم وبين أن يريقوا ماء وجههم من أجل طلب المعونة. الآن نذهب وإياكم إلى تويتر. بصرة الخير بلا خير، نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي ذيلت بهذا الهاشتاغ وكتبت في موقع تويتر. في التغريدة الأولى نقرأ ما كتب حسين، يقول السلام على العراق، نحن شباب العراق الأحرار، ندعو كل حر شريف أن يقف معنا بصوته بالضغط على السلطة لغرض إطلاق سراح شباب الأحرار الذين يقارب عددهم 30 حرا. بصرة الخير بلا خير، هذا الشاب يطالب بإطلاق سراح المعتقلين معتقلي الرأي الذين شاركوا في التظاهرات. إلى التغريدة الثانية نذهب وإياكم، وكتبها وسام، يقول مدينة البترول صاحبة أعلى الاحتياطات النفطية والمعدنية حول العالم تعاني من نقص خدمات. إذن هي معلومة يوضحها أحد شباب البصرة، وكيف أن البصرة التي هي من أغنى مدن العالم لا تجد المياه العذبة للأسف. إلى تغريدة ثالثة، في التغريدة الثالثة وسام المالكي يكتب في بلادنا نحن أرخص الأشياء، على ما يبدو أنها ردة فعل الشباب العراقي وكيف ينظر إلى الواقع وكيف يفسر نظرة المسؤولين إلى واقع الشباب. إلى التغريدة الأخيرة نذهب وإياكم، في هذه التغريدة الختامية كتب مصطفى يقول قسما بمن خلق الجبال الشم الشوامخ الصلاب أن رجال البصرة لا ينامون على ضيم لأنهم لأماناتهم وعهدهم راعون. بصرة الخير بلا خير، لكن البصرة ستبقى أرض الخير ورجالها فيهم كل الخير وكذلك كل العراق. إذن هي إطلالة كانت من خلال تواصل دوت كوم على واقع البصرة، المناطق التي ساندت التظاهرات المتواصلة في البصرة، وسنظل معكم في قادم الحلقات بمثل هذه الموضوعات وغيرها من الموضوعات التي تثار عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم، إلى اللقاء.